استبر في التثيان اليوم الأحد 7/8/9 حضور 26 مندوبية جهوية التربية بولاية قيروان حضور ممثلي سيد وزير التربية هنا هو عرس بتم على الكلمة في ولاية قيروان اللي هي مثل جزء من التاريخ والتاريخ الحضاري وخاصة على مستوى المسرح والإبداعات والفنانين والمسرحيين في خاصة قيروان. نتمنوا هذه تجربة جديدة مع أولادنا وهي عودة الروح للعمل المدرسي خاصة في المؤسسات التربوية الإعداديات والثانويات من جانب الترفيهي والثقافي كذلك العمل المسرحي تذيبهم جدا للترويح وكذلك خاصة العمل على إعداد جيل جديد متوازن على مستوى النفس وكذلك على مستوى الثقافة ومستوى الترفيه وهذا اللي نخدم عليه الناس كل. هي مادة تذهب العقل، تقتل الروح قبل النفس، تؤدي إلى الاكتئاب والهلوسة، تحدث أمراضاً نفسية مزمنة، تفجر فقير وأنا لا أقوى على رفعك. أنت لا تتوقف عن رفع الأثقال يومياً. أنا لا أفهم ما تقصد. أقصد رفعك لكومة القوارير، ألا تبدو ثقيلة؟ وهل كنت تراقب ما أفعل؟ كنت ماراً بالصدفة وقد رأيتك تساعد أمك على رفع كومة القوارير. وهل كنت وحيداً؟ وما الفرق إن كنت وحيداً أو برفقة بعضهم؟ سيسخر مني الجميع. إذا اليوم انطلاقة الملتقى الوطني للمسرح بالوسط المدرسي تواصل على امتداد 3 أيام 7/8/9 ماي. القيروان اليوم تستضيف 26 مندوبية 24 ولاية من كافة تراب تونس اليوم باش يكونوا حاضرين معنا امتداد 3 أيام هذه. منذ قليل وبداية مع الصباح كانت هناك جولة على المستوى التعريف بمنطقة القيروان وبالآثار موجودة في القيروان من خلال عرض تنشيطي بمشاركة مجموعة من الفرق وحضور العديد من التلامذة تفاعل إيجابي، هذا أيضا من بين أهداف المستقبل.
الملتقى هو التعريف بالقيروان كمنطقة أثرية، كمنطقة سياحية جاذبة لكافة أبنائنا من مختلف الجهات، وأيضا على مستوى الملتقى باش يتم عرض 26 عرض مسرحي اللي هي زبدة وخلاصة الملتقيات الجهوية في كافة الجهات. احنا اليوم موجودين في المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان، نحتفلوا بالملتقى الوطني للمسرح اللي بدا من هالحد 7-8-9 ماي. الملتقى هذا تتويج ل 26 مهرجان جهوي صار في المندوبيات، وجاوا في 3 ايام الفايزين من كل مندوبية، وتمتعنا تو على مرور 3 ايام هذوما بالتلامذة تلامذة الاعداديات والمعاهد، يقدموا مسرحيات في 30 دقيقة كل مسرحية، مسرحيات يعبروا فيها ويعديوا رسالة، كل مسرحية فيها رسالة اللي يحب يعديوها صغيرات. كما شفتوا الفن موجود، التربية موجودة، الطاقات والإبداعات إبداعات التلامذة موجودين، تأثير الأساتذة موجود، يعني هذايا تتويج للأنشطة الثقافية في وزارة التربية.
كان درج هذا الملتقى ضمن باكورة من التظاهرات الثقافية الوطنية اللي تنظمها وزارة التربية كل سنة، وختمت هذه الملتقيات الذي ينتظم في مدينة القيروان عاصمة الأغالبة وهي الآن عاصمة المسرح المدرسي. شاهدنا خلال هذه الدورة عروض متميزة قدمها تلاميذ على ركح الملتقى الوطني المسرح المدرسي، وكانت عروض جدية وفيها كثير من الرسائل وفيها كثير من الجمالية وفيها كثير من الإبداع الذي تقدم به تلاميذتنا وتلميذاتنا في هذا الملتقى. فلقد عنون الصحفي الموثق سكر البراري أن هذا الاختلال المناخي سيؤدي إلى اختلال كبير في القوانين بين النمل والصراصير، وفي حالة عدم إيجاد حلول نجعة في أقرب الأجل سيهدد هذا بالأمن القومي لدى النمل والصراصير. من يريد الاطلاع على بقية الأخبار فليشتري زراعة نقود نقود زراعة زراعة لا نقود لا زراعة 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 من يشتري زراعة. الوضع لا يحتمل، لم يعد للصبر حدود. إلى متى سنستمر بالتستر عن الأوضاع الرديئة التي نعيشها؟ ندرس من الصباح إلى المساء في كل يوم. هذه مراوكة، أحرارتك مرتفعة؟ مررت هذا الوضع المزري، أصدقاء يتنمرون. أيتها البقرة السمينة مربعة الشكل، أيتها الخنزيرة الوردية مثلثة الشكل، صاحبة الأنف الكبير، صاحبة أذنها الفيل. خيمونا يصرخون، من يدفع لنا الساحة ومن سمح لك بالدخول؟ ولماذا أنت متغيبة منذ ثلاثة أيام؟ غادي نحضروا الانطلاق واحتضان الملتقى الوطني للمسرح المدرسي بالقيروان اللي مش يكون على 3 أيام 7 و8 و9 ماي. بالطبيعة أعددنا العدة، كان في البداية معناها اجتماعات ماراثونية بإشراف سيد المندوب الجهوي للتربية وبالتنسيق الدائم مع الإدارة العامة المرحلة الإعدادية التعليمية الثانوية ذات الحياة المدرسية. نرجو لبعضنا ونشاور بعضنا ونحب ونستعد، ويكون عرس بالفعل عرس تربوي، عرس الإبداع وعرس النشاط وعرس التلميذ والمربين. الإطار العام هو جاء في باقة من معناتها من الحركية في الحياة المدرسية، حركية هذه بفضل الدورة الأولى للمهرجان التلميذي في كل ولايات الجمهورية. كأنه الملتقى هذه تتويج لهذا المهرجان. كما تعرفوا ناحية تنظيمية عددنا ليها، قمنا تحت إشراف سيد المندوب الجهوي للتربية بإعداد ما يقارب 12 لجنة تنظيم بمختلف الأدوار متاعها. حضرنا الإعاشة والإقامة، حضرنا التغطية الإعلامية بالطبيعة، حضرنا أيضا المانحين اللي باش يساندونا في بعض التكاليف باش يكون الملتقى يليق بضيوفنا الكرام ويليق بملتقى الإبداع
وبتلامذة اللي وافدين علينا. نحب نشكر كل من مساهم معنا من مانحين من صلة جهوية من دار الثقافة بالمركب الثقافي سد بن الفرات، إذاعة حياة اف ام، المركز الفنون الركحية والدرامية، السلطات الجهوية والمحلية، الناس الكل متجندة باش القيروان يعني تحتضن هذا العرس التلمذي الإبداعي بامتياز. إن شاء الله ربي يوفقنا، وإن شاء الله تكون ديما القيروان منارة، منارة الإبداع، منارة الأنشطة، منارة الجمال. ما اسمك؟ مواطن. اللقب؟ تونسي. العمر؟ عشت بما فيه الكفاية. العنوان؟ في الحي الذي وقعت فيه الجريمة. أما زلت مصرا على الإنكار؟ تكلم! قلت لك ليس لدي كلام أذيب. أين كنت البارح؟ في المقر، ثم عدت إلى المنزل. متى؟ مع الواحد. لم تشاهد شيئا في طريق العودة؟ لا شيء. لا شيء، لا شيء، لا شيء، تكلم! قلت لك نعم، لا شيء، لا شيء، لا شيء! هنالك من تجرأ وهو شابك زاعما أنك من قفز إلى بيت الضحية. قلت لك لم أرى شيئا ولم أسمع شيئا ولم أشاهد شيئا. لا تترك الغرور والقسوة ينهيان حياتك في القفص. سوف يغمى على عامي. إنني أختنق. لا بل اختنقت. أنا عدت كم كنت تقسو علينا كل ما سألنا ذكرت على المسرح حيا. الرحمة يا قصيرة. قصيرة؟ لا الرحمة يا طويل القامة. الرحمة. وهل كنت تتذكر حينما كنا نسقط الواحدة تلو الآخر وأنت كنت دائما تقول شهيق زفير زفير شهيق شهيق زفير زفير شهيق وأعلى 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 وأعلى. البعض شيء والبعض لم يأتي وأنا عائدة من حيث أتيت. أرجوك انتظري قليلا. اجلسي يقين وادعي إنها مزاجية وعصبية. اسكتي. ألم يأتي الأستاذ؟ تعال يفاجئنا. ما نتوقع وإن غاب ما نحن فاعلون. هي أنا متأكدة من مجيئه. تبدين واثقة. طبعا فالأستاذ لم يخيب آمالنا أبدا. ولكنه خيب آمالي أكثر من مرة لأنك فاشل. المهم أن الأعداد جيدة في المواد الأخرى. أنت تعترف أنك متخاذل ومتقاعس. هي أشركوني وراكم. أشركوا أنت من أفضل. حضر الأستاذ أصابه الصم والبر. معك حق. ألست أنك الفتى المدلل لدى الأستاذ؟ لطيفا وحاضر. لن تستفزني بهذه المشاكسات. دقيق ومدلل. لن أصغي إليك. قطعتني سأبكي. القيروان تحتفي اليوم بضيوفها 26 مندوبية يقومون بعرض أعمالهم الفنية اللي تميزت بالتميز والإبداع وكانت مشاركات طيبة. نرحب مرة أخرى بكل ضيوفنا الكرام وننتظر الجوائز والتكريمات اللي مش تكون تقريبا حسب اعتقادي مش تكون جوائز تقريبا ما نجموش نفضلوا فيها واحد على واحد. ما اكثر القطط في هذا المكان. ولكن اليس من حقها ان تعيش في هذا المكان المهجور؟ اين لها ان تعيش سوى هذا البيت المهجور؟ كما هو من حقي أنا القطة الكبيرة. مياو مياو مياو. إنها ليست بقطة، إنه آدمي. سأوقعه في الشراك. سأتظاهر تسعة استخدام المنطقة الوطني للمسرح المدرسي في مدينة القيروان تغمس مجموعة فستان مندوبية جهوية للقيروان. حضور كل الجهات المندوبية
مشكور الفضلان يعطي مساحه كانوا في المستوى كانوا مستوى رائع رائع جدا حروف متميزه من كل الجهات كانت خارق العاده حروف تلمذي نشاط تلمذي جيد هذا اللي تمنيناهم وحصلنا عليه ووفقنا ان شاء الله كاداره عامه للمرحله الاعداديه للتعليم الثانوي او كوزاره التربيه من اشرافها. شكرا للحضور شكرا للتواجد كان تعرفوا على القيروان تعرفوا على خصوص القيروان ان شاء الله نكون احنا فرحنا بها وقدمنا لها من احسن ما عندنا. هذه هي القيروان هذا هو الملتقى الوطني للمسرح ان شاء الله ديما نكرر في الجهات الكل. كانت فرصة جميلة جدا لأن كل أحباء الفن الرابع المسرح وأحباء ثقافة عامة وكانت هي هو شنو هو ساعة قبل ما يكون الشيء هو تفعيل الشراكة الحاصلة بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الثقافية باعتبار توفير الفضاءات والتجهيزات وكل الإمكانيات المتاحة عامة. وفرنا المراكب الثقافي وما أدراك ما المراكب الثقافي صدر فرات بالقيروان على حسن التنظيم على تواجد وسط المدينة على الشكل الجميل على الفضاءات يعني على مستوى الاستقطاب كذلك. هذا أنت أيها الضيف العجوز؟ هل أخافتك؟ لا لم أخاف لكنك جفلت وشحب لونك. ما عندك ذيبا آخرا؟ ها؟ ذيبا شابا وقويا أليس كذلك؟ أوف أيها العجوز دعني أنفذ المهمة التي أمرني بها ملك الغابة. ماذا قلت؟ مهمة؟ لا شك أنها مهمة خاطرة. نعم هي كذلك. تحولنا مدة 3 أيام إلى القيروان المشاركة بمسرحية من إنجاز عددية البطاقة. كان الاستقبال حسن جدا من طرف السيد المندوب جاه والفريق المتعامل معاه ومحسن التنظيم. كما نتوجه بالشكر للتغطية الإعلامية الشاملة صوتا وصورة فورية لمواكبة التظاهر. أحضر في هذا الملتقى تمثيل المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة بفريق من مدرسة الإعدادية منتجع في بطبرقة. العنوان المسرحية التي شاركت بها هي مقتطف إشراف الأستاذة هناء القايدي وتأطير كذلك أنيس الشابي. الملتقى في الحقيقة يمثل فرصة ومناسبة لفسح المجال أمام التلاميذ للتعبير عن إبداعاتهم وأيضا مناسبة للالتقاء. أنت جعلني أفك قيودك من كل تحتي أسناني عبودية المنطقة.
فلتأكلوا اللحمة الطازجة، هيا فلتأخذيها. أحسنت يا نسورة. والآن ماذا تأكل فرفورة؟ الجبن. أحسنت يا فرفورة، هيا تقدمي وخذي جبن. هنا وهنا، هيا فلتأخذيها بسرعة. هيا يا فرفورة. أحسنت أحسنت يا فرفورة. والآن بعد أن أعطيتكم الطعام يجب أن أغادر. هل حقا ستغادر أيها الحكيم؟ نعم يا فرفورة نعم. الغابة ستكون بائسة في غيابي. حقا لن أتأخر كثيرا. في الحقيقة أنا سعدت بحضور هذا الملتقى الوطني للمسرح المدرسي بالقيروان الذي التأم بالقيروان تحت إشراف رعاية السيد وزير التربية. في الحقيقة معناها البرنامج ثري جدا، فقرات على مختلفها، هي إبداعات وإنتاجات تلمذية متميزة رينا فيها عمل فيه كثير من الجهد وفيه رؤية وفيه استشراف، وهذه الإبداعات التلمذية من نجم كان نثمنوها. أنا لا أستطيع تصديقك، فأنا لا أعرفك ولا أذكرك. من قال إن كلامك حق وإنك لا تخدعينني؟ أتنكر فضلي عليك؟ كان عليك أن تشكر معروفي معك، ولكنك تفعل العكس تماما وتنكر جميل. هاتي دليلا على صحة قولك وسأصدقك حالا والفور. إليك الدليل، انظر إلى هذا الشريط المسول، سترى أني صادقة وأني على حق ولا أخدعك أبدا. ما هذا؟ ما هذه الآلة العجيبة؟ هل هذا أنا حقا؟ أرأيت بأمي عينيك أني صادقة وأني على حق ولا أخدعك؟ جينا منذ يومين لحضور الملتقى الوطني للمسرح الذي تحتضنه وتنظمه مندوبية القيروان. ملتقى المسرح هو ككل الملتقيات، احنا عندنا 4 ملتقيات في السنه، زوز مسرح وموسيقى وابداعات ادبيه والسينما. والحقيقه انه الموسيقى والمسرح هما من اصعب الملتقيات للعدد الكبير جدا من التلامذة. كل مندوبيه تجيب 12 تلميذ في المسرح و25 في الموسيقى، اذا هذوما زوز ملتقيات صعب. وكي تنجح مندوبيه في تنظيم ملتقى موسيقى او ملتقى مسرح من نجمو كان نثمنوا المجهود نتاعها. وبالحق انا اليوم نحب نشكر مندوبيه القيروان على هذا التنظيم الغاية في الدقة في الدقة وفي كل شيء. في البداية تهنئ لجنة أبنائنا التلاميذ ومشرفيهم وأساتذتهم بنجاح هذا العرس الفني التربوي. وتثمن اللجنة حرص سلطة الإشراف بمصالحها المختصة المركزية والجهوية على إنجاح هذه التظاهرة الهامة التي ساهمت في إثراء الحياة الثقافية المدرسية. كما تشيد اللجنة بالجو الرائع والراقي الذي دارت فيه التظاهرة، حيث مرت أغلب العروض في ظروف تقنية وتنظيمية جيدة، وهو ما يحسب للجنة التنظيم ممثلة في مندوبية التربية بالقيروان. هناك مفتش متنكر قادم إلينا من قطر سكور. كيف؟ مفتش؟ لم يكن على البال ولا على الخاطر. العجائز الشريرات يا أمين. ومن أين لي أن أعرف يا فارس؟ وكيف من أين لك أن تعرف وأنت من جلبهن إلي يا أمين؟ والله لا أعرف. تقول يا صديقي اللعنة علي يا فارس، لا أعرف ماذا أردنا منا. كل ما في الحكاية دي أني وجدتهن بحاجة إلى المساعدة حين قلنا لي أنهن تبحثن عن أحفادهن الضائعين، فأرجدتهن إليك. علك بمرآتك العجيبة تستطيع مساعدتهن. اليوم نحن في ضياف المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان في نواكب فعاليات الملتقى الوطني للمسرح بالمدارس الإعدادية والمعاهد. اليوم نشهد معناتها
قمة في التنظيم للمهرجانات في العرس، هذا العرس اللي يحتضن المسرح المدرسي في الإقامة في الإعاشة التنظيم في العروض، ثم زاد تغطية إعلامية حلوة معناتها على المباشر والأعوام. ومن بعد هالسنين ونبقى نحن كالحصن المنيع يحارب وحدنا عدونا بديا، ينتظر أن نزول لينتشر بشكل مهول. سنصمت ما دام في العمر المزيد وما دام ثم تأجيل جديد. جدي دع عنك هذه المكنسة وانظر إلى هذه المفاجأة. ماذا هناك يا بني؟ واحد اثنان ثلاثة. يوبي، أرأيت ما أجملها؟ احنا موجودين في ولاية القيروان في إطار الملتقى الوطني للمسرح المدرسي اللي يحتضن يعني هذا الملتقى الأخير في بالنسبة للسنة الدراسية الحالية، واللي تشارك فيه المندوبيات الجوية للتربية من كامل تراب الجمهورية. نحب نشكر مندوبية القيروان على حسن التنظيم وحسن الاستقبال، ويعني تقريبا ملتقى في غاية من الروعة. فرحوا بنا برشا، استقبلونا استقبال باهي، عمل منظم. ريشة بغطاء القلم الجاف أذت أن تخط لنا ألفا ولا حتى قاف، ملت كل الرسوم القديمة وباتت ألوانها عجاف، تسأل الأنامل الملحة أن ترتاح وتسابق أطياف. العرض هو مسرحية الكاتبة، هو خليني نقول مندوبية أريانا شاركت معناتها بالعرض ذي اللي هو يتحدث على كاتبة في بالها اللي صعي معناتها الأفكار متاعها ما عادش يقراوهم، دونك واللي الأفكار ذوما ما عادش موجودين، لكن شخصيات متاعها تظهر وتقولهم اللي احنا مازلنا موجودين، اللي الكاتب مهما يصير مع عمره الناس ما تنساه. الكاتب مش معناتها نهار تكتب كتاب وصيت لوح، لا، يقعد في الذهن عمره ما يتنساه. كما معروف هو احدى الملتقيات الأربعة الهامة كما السينما والصورة والموسيقى والإبداعات الأدبية، وهذا الجزء الرابع من الملتقيات اللي هو الملتقى الجهوي الوطني بلوتو للمسرح المدرسي. نحب نشكر الشكر كبير برشا المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان على هذا التنظيم وحسن التنظيم، يعطيهم ألف صحة. الغاية من الملتقى كما تعرفوا هو أكل نجم الصغيرات، ما هيش النتائج وما هيش إلى غيره. المهم بالنسبة لنا أنه من 26 مندوبية اجتمعوا أولياء واجتمعوا تلامذة ومربين لإنجاح هذا الملتقى. نتمنى النجاح والتوفيق للملتقى هذا.
ميساج بسيط جدا من كافة الإطار التربوي بالمندوبية الجهوية التربية بالقصرين إلى المندوبية الجهوية التربية بالقروان، على حفاوة الاستقبال، على انظافة التنظيم، وعلى الحكمة واللي صايرة في التنظيم. حابين نشكر السيد مندوب ومن خلاله كافة إطار الإشراف على هذا الملتقى. بارك الله فيكم، حلاوتكم غلبتنا، والمهرجان كان فرصة كبيرة برشا باش نتقابلوا احنا كزملاء، وهي زادة فرصة باش نشكروا الإدارة العامة لوزارة التربية بشكل عام على تنظيم مثل هذه التظاهرات حتى نبقى نلتقي وأبنائنا تلتقي. وشكرا إذاعة حياة، تغطيتكم ياسر ممتازة، بارك الله فيكم. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.